في كوبر، القرية الوادعة بريف رام الله. ولدت وكبرت على وقع اعتقال الاحتلال لوالدي وعمي وأفراد عائلتي. اعتقل والدي عمر وعمي نائل وابن عمهما فخر البرغوثي عام 1978 بعد تنفيذهم عملية للمقاومة. حكم على والدي وعماي نائل وفخري بالسجن المؤبد، لكن هذا الحكم القاسي لم يكسر إرادتهم. يروون أنه داخل قاعة محكمة الاحتلال بعد الحكم على والدي وعمي نائل وفخري بالسجن المؤبد، وقف ثلاثتهم وأنشدوا الأغنية المشهورة مبني تحول مبني تحول يا وطن المحتل. هذه طريقنا واخترناها وعرف نتحمل. انكسر حكم المؤبد على والدي في عام 1985 بعد أن أفرج الاحتلال عنه مجبرا في صفقة مع المقاومة تحرر فيها المئات من الأسرى الفلسطينيين، لكن مسلسل الاعتقالات لوالدي لم يتوقف واستمر في طريقه التي اختارها بكل إيمان وقناعة. وفي ظل جدتي الشامخة فرحة تعلمت حب الوطن بلغة بسيطة عميقة حفرت بداخلنا كره المحتل والإقدام إلى التضحية. كانت جدتي فرحة شاعرة شعبية وقد توفيت قبل أن تكحل عينيها برؤية عمي نائل حرا، وقالت في وصف شوقها له: في خاطري يا نائل دار تبنيها وعروس إلك يما وانا اللي أنكيها، في خاطري يا نائل الحارة تمركها وعروس إلك يما أنا اللي أزوكها. في هذه الأجواء المقاومة التي لم تقتلها المعاناة المستمرة تشكل وعي السياسي والوجداني. مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 عقب اقتحام المجرم أرائيل شارون المسجد الأقصى وارتقاء مئات الشهداء وعمليات المقاومة التي أوجعت الاحتلال في كل فلسطين المحتلة، انخرطت في المقاومة قبل أن يعتقلني جيش الاحتلال بتهمة محاولة تنفيذ عملية خطف مستوطن لمبادلته بالأسرى الذين قدمت عائلتي العشرات منهم. كانت مرحلة السجن محطة جديدة من النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي. حكم الاحتلال علي بالسجن لمدة 11 عاما تنقلت خلالها بين زنازين سجون الاحتلال الممتدة بالوجع والقهر على طول فلسطين. وهكذا كما والدي رفضت أن تكسرني سنوات الاعتقال الطويلة، ومنه تعلمت أن أبقى وفيا للفكرة التي اعتقلنا من أجلها. في هذه السنوات زاد حقدي على الاحتلال الذي يسرق أجمل سنوات عمرنا ويقمع الأسرى ويعتدي عليهم. اسمعوا يا شباب، ولا واحد بيزيخ، واحد بيزيخ بالدخول. وأخيرا انزحت سنوات السجن، ها أنا أعود لكوبر ووالدتي وعائلتي التي كابدت الحرمان منهم 11 عاما متواصلة. لكن الحرية من السجن لن تكون نهاية المشوار، هناك احتلال يتمادى في إجرامه وأسرى ينتظرون تحريرهم. رسالة الأسرى معروفة، يعني وصلت الناس أهل العزم وأهل السواعد المتوضئة، يعني عرفوا الطريق وعرفوا الرسالة ووجدوا أنه لا يستطيع أن يكسر قيد إلا هذا الطريق. في جبال كوبر قبل اعتقالي كنت قد خبأت سلاحي استعدادا لمرحلة قادمة من المقاومة. في ليلة شتوية باردة من كانون ثاني الذي تزدحم فيه ذاكرة الفلسطيني بمشاهد انتفاضة الحجارة وسير الشهداء، توجهت مع شقيقي صالح بعد أن لقمنا السلاح إلى تجمع للمستوطنين قرب مستوطنة عفرة التي تسرق أرض الفلسطينيين وتعتدي عليهم. وهناك نفذنا عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة عدد منهم
وانسحبنا بعد أن أصابت العملية جيش الاحتلال بالجنون. أيام بعد العملية اقتحم جيش الاحتلال عشرات الأماكن في رام الله ومحيطها، مداهمات للمنازل والمحلات، مصادرة للكاميرات، محاولة للعثور على طرف خيط يوصلهم إلى منفذ العملية. ليلة قاسية، استشهد شقيق صالح، حصرته قوة خاصة من جيش الاحتلال داخل مركبته في بلدة سردة، وبعد أن أصابوه برصاصهم اعتقلوا جثمانه وبقي محتجزا عندهم حتى اليوم. من أرضكم برد الصهيل، ابن الكرام مشى السبيل، لبى الأبي نداء الرحيل، هو صالح ذاك الجواد. الزمنية بين اغتيالهم لصالح وأخذ القرار بالثأر لم تتجاوز نزول دموع أمي التي قهر قلبها بقتله. في اليوم التالي لاستشهاد صالح حملت ثأري وغضبي وتوجهت إلى نقطة عسكرية قريبة من مستوطنة مقامة شرقي رام الله. هناك وقبل أن يجف دم شقيقي قتلت جنديين من جيش الاحتلال. كانت فلسطين يجللها الحزن والحداد على استشهاد صالح وأشرف نعالوة. عمت الفرحة في البلاد لهذا الثأر. عقب العملية جن الاحتلال وبدأ عمليات مطاردة لي، وطالت الاعتقالات والدي وشقيقاي وحتى والدتي وزوجتي، وعاشت العائلة أياما قاسية لكنها متوجة بالفخر. المطاردة استمرت لأسابيع حتى تمكن جيش الاحتلال من اعتقالي داخل منزل في قرية أبو شخيدم، وبدأت رحلة جديدة من المعاناة في السجون. زنازين الاحتلال التي عرفتها وأنا فتى أشق طريقي في المقاومة عدت لها مرة ثانية مع قضايا كبيرة. توعدني الاحتلال أن أموت في السجن، لكن يقيني بالحرية يعلو عليهم، وكما قالت والدتي قتلت شهداء. وهي قديش هديتوا دور، وقفتوا العمليات، وقفتوا المقاومة، ولا مرة حتى بيزيد الانتقام، والصغير بيصير يشوف انه كيف انتوا بتعبروا، كيف انتوا بتسووا، كيف انتوا بتخربوا، وكل هذا مثل الكمبيوتر بيسجلوه ولقدام بيصير ينتقموا. الآن أقضي حكما بالسجن المؤبد. وهدم الاحتلال منازلنا واعتقل كل أفراد العائلة، ولكنني لا أرى الحرية إلا قد اقتربت، وكما في الصورة التي نشرها الاحتلال لي بالمحكمة شامخا. هكذا أمضي أيامي في السجن حتى يقضى لي بالفرج. أنا ما تفاجأت في الحكم لأني عارف شو رح ينحكم عاصم. الأحكام هذه بالنسبة إلنا يعني أحكام صورية ما بنآمن فيها. الحرية المجزوءة اللي بتعيشوها انتو بفضل أسرى والشهداء، يا كل الناس، لا استثني أحدا، لا استثني أحدا من شعبنا، لا مسؤول ولا مش مسؤول، لا مرأة ولا زلمة ولا إشي.